هو بداية كده يعني كاميرات. شايف الحاجات على الدكتور مرسي، الدكتور العوا بصفة بوصفه حاضر عن الدكتور مرسي. بص طلب طبعا نهاية المحكمة، دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا من نظر الشعب. طب ابرز واحنا كحاضرين على مكتب المتهمين كلنا دفع ببعض الدفوع وطلب. اللي عند حضرتك في التحفظات اللي عند حضرتك هي ابرز التحفظات طبعا ان المحكمة لم تستكمل عرض الفيديوهات المدمجة اللي هي تعتبر من بين الأحراز الواردة على سبيل الحصر في قائمة أدلة السوء. أهم الاتهامات طبعا اللي هي طبعا الاشتراك في القتل المتظاهرين، ده أهم الاتهامات اللي هي وجهتها النيابة للمتهمين. دكتور مرسي معترض وباطل المتهمين على طريقة عرضهم على المحكمة من خلال قفص زجاجي. طبعا دوت يعتبر يعني صدر بالمخالفة لنصوص القانون فيما يتعلق بالمادة 270 من قانون إجراءات الجنائية. الاعتراض على قفص زجاجي وليس على المحاكمة في حد ذاتها. نعم نعم نعم. بس استأذنك يا فندم، شايف إجراءات المحاكمة القانونية مسلم؟ أنا لغاية دلوقتي شايف إن المحكمة مشكورة بتحاول إنها يعني تطبق القانون جاهدا يعني. أنا النهاردة طب أنا بمثل أمام المحكمة ليه دلوقتي؟ إذا ما كانش في محاكمة عادلة وإذا ما كانش طبعا الأمر مطروح للقضاء، طب ليه أنا بمثل للأمام المحكمة؟ طلبات ليه الرأي العام النهاردة أو وسائل الإعلام المختلفة تصدر قراراتها واحكامها مبكرا؟ ليه تتسرع في عرض في اصدار الاحكام جزافا كده؟ استاذ مطالبكم كهيئه دفاع، مطالبكم كهيئه دفاع عشان نضمن طلبات اللي تم الدفع بيها. انا طلباتي بالنسبه لي انا طلبت 2 شهود اللي هم الشهود الاساسيين فيما يتعلق بالمتهم جمال صادق. طلبت ان هم يعني وصولهم امام المحكمه لسؤاله للتحقيق معهم بواسطه المحكمه وفقا لنص الماده 272، وان وسمعت النيابه فيما يتعلق بالتعليق على الفيديوهات اللي هي المدمجه المزعوم من النيابه العامه انها يعني دليل ادانه المتهمين. ثم بعد ذلك توقفت المحكمه عند المقطع 13 ولم تستكمل باقي المقاطع التي قررت النيابه ان عددها 61 مقطع. انا موقفي موقف المتهم بتاعي ان يعني التحقيقات احتوت على ما يربو على 7000 ورقه. كل هذه التحقيقات وكل ما تم سماعه من شهود وفيديوهات مدمجة وصور فوتوغرافية لا تفيد البتة ومطلقا اشتراك المتهم جمال صابر في أي من أحداث الاعتداء على المتظاهرين أو كما زعمت النيابة الاشتراك في الاعتداء. القانون هو اللي بينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بدون طبعا القانون احنا طبعا مش هنكون في دوله يعني لها من الضمانات. هل تم تطبيق القانون اليوم من وجهه نظرك؟ انا شايف والله المحكمه يعني نوعا ما طبقت القانون. شكرا.